بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نقوم بزراعة الصوف الصخري الجاهز الذي يعتبر وسط زراعي خامل غير فعال وفقير، بس جيد لنمو إنبات ونمو البذور مع مراعاة إضافة الأسمدة له لحين مرحلة نقل النبات إلى أنابيب الزراعة المائية أيا كان شكلها، عمودية أو أفقية. في البداية نقوم بعملية تشبيع هذا الصوف الصخري بالماء بهذا الشكل. بدأ الماء بالخروج، يعني بالبداية كان يمتص مباشرة، الماء بدأ بالخروج، فهذه الكمية تعتبر كافية لامتصاصه. نتركه لمدة دقائق ليس كثيرا حتى نضمن أنه امتص الماء في كل أجزائه، بعدها نقوم بالتخلص من الماء. الآن بعد أن لاحظنا أنه الوسط الزراعي أصبح متشبعا بالماء، طبعا الماء اللي موجود الباقي بالصينية سوف نحتفظ به قليلا لعدة دقائق وبعدها سوف نقوم بالتخلص منه، إلا أنه حاليا حتى وزنها لاحظنا أنه تشبعت وتشربت بالماء. سوف نقوم باختيار مثلا زراعة هذه الأوراد الموسمية، مثلا لدينا ما تسمى بالزينية القاطية وزينية قطمر وورق الكاغد وحلق السبع وكذلك عرف الديك وإكليل الجبل واليلدز أو صباح الخير، كلها إن شاء الله ناجحة. الآن سوف هذه البذورة نضع في كل ثقب بذرة، ممكن يعني واحد يضع أكثر من بذرة، بذرتين ثلاثة، سوف أوضع بذرتين، ويمكن الخف أيضا، ويمكن الترقيع في حالة فشل الإنبات لبعض البذور. الآن أصبحت لدينا بذرتان في كل ثقب. هذا إكليل الجبل أو الروزماري أيضا، هذا بذور إكليل الجبل طبعا ناعمة، بقدر حجم حبات الريحان مثلا أو
الرشاد تقريبا. أيضا في كل ثقب سوف نقوم بوضع بذرتين إلى 3 بذرات، بعض الناس قد يستخدم كميات كبيرة من البذور لغرض ضمان الإنبات، إلا أن هذا تكلفة يعني هو في غنى عنها. الإنبات يعني إذا أراد يطول أسبوع بإمكانه أن يرقع مثلا، أحسن مما يخسرها، لأنه كميات البذور اللي قاعد ينطوها جدا قليلة، فيكون حريص في تقنينها حسب البرنامج الزراعي مالته حتى تكفي. أصبحت في كل فتحة ما يقارب ال4 بذرات، هذا يكفي. هذا بالنسبة للروزماري. هذا نبات اليلدز أو صباح الخير متعدد الألوان. طبعا نبات اليلدز بذورة ناعمة إلى حد كبير يعني، فطريقة زراعته نثرا يعني قد تكون يعني يحتاج إلى كمية كبيرة من البذور. يعني بذورها بهذا الحد تعتبر ناعمة جدا. نستخدم عودة الأسنان هذه، نرطبها قليلا من طرفها، الرطوبة الموجودة سوف تلتصق فيها 4 بذور مثل هذه ما يقارب 20 بذرة، نضعها بهذا الشكل. كذلك مرة أخرى، هذا القدر جدا كافي لأنه اليلدز ينجح إن شاء الله. هذه الكمية تعتبر جدا كبيرة. هذه البذور طبعا أجنبي، يسمى هذا خالد، احنا أعتقد نصيح له ورد الكاغد. أي بذور يعني قد تحب تزرع خضروات، تحب تزرع بذور موسمية للزينة، تزرع حتى الشجيرات، نبات السجاد، كلها مجربة في هذه الزراعة وناجحة إن شاء الله. البذور تكون بشكل متطاول، أيضا 3 بذرات تكفي في كل فتحة.
هذا نبات نسمي بعرف الديك أو السيلوزية، أيضا 3 4 بذرات في كل فتحة. بهذا الشكل انتهت عملية الزراعة. احنا اختارينا 30 قطعة لأن الأنبوب موزع فيه 30 قدح، يستوعب 30 قدح، حتى إن شاء الله بعد الإنبات نقوم بفصل هذه القطع وتوزيعها على كل قدح قطعة واحدة، وننتظر إن شاء الله الإنبات والنمو معكم خطوة بخطوة. أما الآن هناك شيء ضروري أخير، أنه بعد الانتهاء من أي زراعة وحسب حجم البذور اللي زرعناها نقوم بتغطية هذه الفتحات بشكل أو بشيء يسير من مادة البيتموس الجافة بهذا الشكل، حتى نضمن ترطيب البذور من كل الجهات وكذلك عزلها عن الحرارة أو الضوء والجفاف بهذا الشكل اليسير. على كل قطعة قمنا بزراعتها نقوم بتغطيتها هكذا بعد إتمام عملية تغطية البذور بطبقة رقيقة من البيتموس. طبعا الماء الزائد هذا سوف نتخلص منه، وعند الحاجة إلى ري النبات في أي وقت يكفي أنه نسكب قدح صغير من الماء في الأسفل، تصل رطوبة معقولة وخفيفة ولا تؤدي إلى تعفن البذور وعدم إنباتها. طبعا هناك وصية أخيرة، أنه إحنا الآن في منتصف شهر 9 وأنا أشد على أيدي كل من يرغب أو لديه هذه الهواية أن يتوكل على الله ويبدأ من الآن في زراعة أي نوع من النباتات هو يرغب به أو حسب وضعه أو حسب مكانه، أو وتوكلوا على الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. شكرا لكم.